نبدأ مجلسنا بمولد البرزنجي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ويتلوه علينا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور العلامة محمد وسام رضي الله تعالى عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية مستدرا فيض البركات على ما أنا له وأولاه، وأثني بحمد موارده سائغة هنية، ممتطيا من الشكر الجميل مطايا، وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية، المنتقل في الغرر الكريمة والجباه، واستمنح الله تعالى رضوانا يخص العترة الطاهرة النبوية، ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه، واستجديه هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية، وحفظا من الغواية في خطط الخطأ وخطاه، وأنشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا عبقريا، ناظما من النسب الشريف عقدا تحل المسامع بحلاه، واستعين بحول الله تعالى وقوته القوية، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله، عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذيم من صلاة وتسليم. وبعد، فأقول هو سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب طالب، واسمه شيبة الحمد، حمدت خصاله السنية، ابن هاشم، واسمه عمرو ابن عبد مناف، واسمه المغيرة الذي ينتمي الارتقاء لعليا ابن قصي، واسمه مجمع سمي بقصي لتقاصيه في بلاد قضاعة القصية، إلى أن أعاده الله تعالى إلى الحرم المحترم فحمى حماه، ابن كلاب، واسمه حكيم ابن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر، واسمه قريش، وإليه تنسب البطون القرشية، وما فوقه كناني كما جنح إليه الكثير وارتضاه، ابن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس، وهو أول من أهدى البدن إلى الرحاب الحرمية،
وسمع في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولباه: ابن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، وهذا سلك النظم، وهذا سلك نظمت فرائده بنان السنة السنية، ورفعه إلى الخليل إبراهيم أمسك عنه الشارع وأباه. وعدنان بلا ريب عند ذوي العلوم النسبية إلى الذبيح إسماعيل نسبته ومنتماه ومنتهاه، فأعظم به من عقد تألقت كواكبه الدرية. وكيف لا والسيد الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم واسطته المنتقى، نسب تحسب العلا بحلاه، قلدتها نجومها الجوزاء، حبذا عقد سؤدد وفخار أنت فيه اليتيمة العصماء. وأكرم به من نسب طهره الله تعالى من سفاح الجاهلية. أوردنا الزين العراقي وارده في مورده الهني ورواه، حفظ الإله كرامة لمحمد أباءه الأمجاد صعونا لاسمه، تركوا السفاح فلم يصبهم عاره من آدم وإلى أبيه وأمه. سرات سرى نور النبوة في أسارير غررهم البهية، وبدر بدره في جبين جده عبد المطلب وابنه عبد الله. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم. ولما أراد الله تعالى إبراز حقيقته المحمدية وإظهاره جسما وروحا بصورته ومعناه، نقله إلى مقره من صدفة آمنة الزهرية، وخصها القريب المجيب بأن تكون أما لمصطفى. ونودي في السماوات والأرض بحملها لأنواره الذاتية، وصبى كل صب لهبوب نسيم صبا، وكسيت الأرض بعد طول جدبها من النبات حللا سندسيا، وأينعت الثمار وأدنى الشجر للجاني جناه،
ونطقت بحمله كل دابة لقريش بفصاح الألسن العربية، وخرت الأسرة والأصنام على الوجوه والجباه، وخرت الأسرة والأصنام على الوجوه والأفواه، وتباشرت وحوش المشارق والمغارب ودوابها البحرية، واحتست العوالم من السرور كأس حمية، وبشرت الجن بإضلال زمنه، وانتهكت الكهانة ورهبت الرهبانية، ولهج بخبره كل حبر خبير، وفي حلى حسنه تاه، وأتيت أمه في المنام فقيل لها إنك قد حملت بسيد العالمين وخير البرية، وسميه إذا وضعته محمدا لأنه ستحمد عقبا. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم. ولما تم من حمله شهران على مشهور الأقوال المروية، توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله، وكان قد اجتاز بأخواله بني عدي من الطائفة النجارية، ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكواه. ولما تم من حمله على الراجح 9 أشهر قمرية، وآن للزمان أن يجلي عنه صداه، حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية، وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وآله وسلم نورا يتلألأ سناه، ومحيا كالشمس منك مضيء أسفرت عنه ليلة غراء، ليلة المولد الذي كان للدين سرور بيومه وازدهاء، يوم نالت بوضعه ابنة وهب من فخار ما لم تنله النساء، وأتت قومها بأفضل مما حملت قبل مريم العذراء، مولد كان منه في طالع الكفر وبال عليهم وباء، وتوالت بشرى الهواتف أن قد ولد المصطفى، ولد المصطفى وحق الهناء.
فطوبى لمن كان تعظيمه صلى الله عليه وآله وسلم غاية مرامه ومرماه. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم. وبرز صلى الله عليه وآله وسلم واضعا يديه على الأرض رافعا رأسه إلى السماء العلية موميا بذلك الرفع إلى سؤدده وعلاه ومشيرا إلى رفعة قدره على سائر البرية، وأنه الحبيب الذي حسن طباعه وسجاياه، ودعت أمه عبد المطلب وهو يطوف بها تلك البنية، فأقبل مسرعا ونظر إليه وبلغ من السرور مناه، وأدخله الكعبة الغراء وقام يدعو بخلوص النية ويشكر الله تعالى على ما من به عليه وأعطاه. وولد صلى الله عليه وآله وسلم نظيفا مختونا مقطوع السرة بيد القدرة الإلهية، طيبا دهينا مكحولة بكحل العناية عينا. وقيل ختنه جده بعد 7 ليال سوية، وأولم وأطعم وسماه محمدا وأكرم مثواه. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذيم من صلاة وتسليم. فهو رحمة العالمين وصاحب الخلق العظيم الله وسلم، فهو رحمة العالمين الله. وصاحب الخلق العظيم، وقد أقسم الله بعمره المصور وقال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. الله 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 سبحانه. فهو رحمة العالمين وصاحب الخلق العظيم، وقد أقسم الله بعمره المصون وقال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون.
ونهى الخلق ونهى الخلق عن دعائه باسمه وذلك لسوء الأدب نقطا فقال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا مع أنه سبحانه قال يا آدم يا نوح ولم يخاطب حبيبه إلا يا أيها النبي يا أيها الرسول الله اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وكان صلى الله عليه وآله وسلم أكمل الناس خلقا وخلقا ذا ذات وصفات سنية مروع القامة أبيض اللون مشربا بحمرة واسع العينين أكحلهما أهدب الأشفار قد منح الزجج حاجبا مفلج الأسنان واسع الفم حسنا واسع الجبين ذا جبهة هلالية سهل الخدين يرى في أنفه بعض حديدا حسن العرنين أقنى بعيد ما بين المنكبين سبط الكفين ضخم الكراديس قليل لحم العقب كث اللحية عظيم الرأس شعره إلى الشحمة الأذنية وبين كتفيه خاتم النبوة قد عمه النور وعلى وعرقه كاللؤلؤ وعرفه أطيب من النفحات المسكية ويتكفأ في مشيته كأنما ينحط من صبب ارتقى وكان يصافح المصافح بيده الشريفة فيجد منها سائر اليوم رائحة عبهرية
ويضعها على رأس الصبي فيعرف مسه له من بين الصبية ويدرى يتلألأ وجهه الشريف تلألؤ القمر في الليلة البدرية يقول ناعته لم أر قبله ولا بعده مثله ولا بشر يرى وكان صلى الله عليه وآله وسلم شديد الحياء والتواضع يخصف نعله ويرقع ثوبه ويحلب شاته ويسير في خدمة أهله بسيرة سرية ويحب الفقراء والمساكين ويجلس معهم ويعود مرضاهم ويشيع جنائزهم ولا يحقر فقيرا أدقعه الفقر وأشواه ويقبل المعذرة ولا يقابل أحدا بما يكره ويمشي مع الأرملة وذوي العبودية ولا يهاب الملوك ويغضب لله تعالى ويرضى لرضا ويمشي خلف أصحابه ويقول خلوا ظهري للملائكة الروحانية ويركب البعير والفرس والبغلة وحمارا بعض الملوك إليه أهدى ويعصب على بطنه الحجر من الجوع وقد أوتي مفاتيح الخزائن الأرضية وراودته الجبال بأن تكون له ذهبا فأبى وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقل اللغو ويبدأ من لقيه بالسلام ويطيل الصلاة ويقصر الخطب الجماعية ويتألف أهل الشرف ويكرم أهل الفضل ويمزح ولا يقول إلا حقا ويمزح ولا يقول إلا حقا يحبه الله ويرضاه وها هنا وقف بنا جواد المقال عن الطراد في الحلبة البيانية
وبلغ ظاعن الإملاء في فدافد الإيضاح منتهى. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم. هكذا تم مولد البرزنجي بعد أن أورد صفاته صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية، فاللهم صل وسلم عليه وانفعنا به في الدنيا والآخرة، وشفعه فينا يوم القيامة، واحشرنا تحت لوائه، واسقنا من يده الشريفة شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا، ثم أدخلنا الجنة من غير حساب ولا سابقة عقاب ولا عتاب. نشهدك ونشهد حملة عرشك أننا نحبك ونحب نبيك، فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار.